على وقع النداءات المتكررة والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، يدشن أكاديمي وموظف جامعة صنعاء فعالية الإضراب الشامل. وتحدث بيان صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابة الجامعات الحكومية عن انتهاء المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة من الاحتجاجات، حيث شهدت المرحلتان السابقتان إضرابا جزئيا وقبلها تعليقا للشارات الحمراء. تأتي هذه المرحلة بعد عقد نقابة هيئة التدريس مؤتمرات صحفية عدة، لكنها لم تلقى أي استجابة من قبل الجماعة الإنقلابية التي أخضعت الحياة في صنعاء وبعض المدن لسلطتها. وأن تتوقف العملية التعليمية لمئات الآلاف من طلبة الجامعة فذلك شأنهم، فقد تريد جماعة الحوثي وحليفها صالح أن تقول ذلك ليس من شأنها. لا أحد إذن يكترث لصوت الشريحة التي أفنت عمرها في بذل الجهود لتنوير الأجيال، بل تبدو هكذا المعادلة الآن بعد سنوات من الخدمة في حقل التعليم، أن يواجه العشرات من الأساتذة ومن خلفهم المئات من أسرهم خطر الجوع والأمراض، بل وربما توقف الحياة وسط مدينة محفوفة بالمخاطر تخضع لمجرد سلطة ميليشياوية. يحاول دكاترة الجامعة ومساعدوهم تحسس أبسط حقوقهم عبر نقابة هيئة التدريس والمجلس الأعلى للتنسيق بين النقابات لتحقيق المطالب المشروعة لمنتسبيها، وفي مقدمتها دفع الرواتب الشهرية التي إن تحققت استمرت العملية التعليمية ودارت معها عجلة الحياة.